مشكور انت دكتور قيس رسيسي، عضو جمعيه الاطباء التونسيين حول العالم. يظهر لي معناتها وقت اللي سحقينا زاد كذلك باللي كونسونتراتور، اذا قلت لي معناتها ممكن جيت في عطله ساعه قابلت الفاميليا واللي هما باش نتمنوا من الناحيه هذه، خاطر معناتها الاطباء كل مجنده ولكن شفت العائله واللي هما الوالد. والله ايش نقول لكم، هم متفاهمين خاصه معناتها من المطار ديريكت هبطنا، من المطار هبطنا طول معناتها وصلنا لكونسونتراتور. شوف كما قلت لك الحالات اليوميه نقصت، لكن مازال السبيطارات معبين بمرضى الكورونا. كيفاش لقيت الوضعيه ممكن في بعض المستشفيات والا؟ والله فما مستشفيات مازالت برشا فيهم برشا مرضى، معناتها مثلا نقول لك فرحات حشاد وكانه مازلنا في بيك ايبيديميك. كي تشوف معناتها الدكتور زياد مزقار شنو قاعد يصرح، شنو قاعد يقول على قسم الاستعجالي، دكتور بوسرسار على قسم النعاش، مازلنا معناتها عايشين اون كريز ايبيديميك. ان شاء الله ديسي دو سمان ثلاث سمان يتم الانفراج. نحن كمجتمع مدني قمنا ماهيش مزيه، قمنا بالواجب نتاعنا منذ اكثر من 6 شهور ودخلنا لي كونسونتراتور دوكسيجين، معناتها يظل غطينا اكثر من 70% من المعتمديات نتاع تونس الكل، بتضافر مش كان قيس رسيسي معناتها العديد من الاشخاص وخاصه العباد اللي عملوا معناتها لي دون، معناتها كي نقول لك فما زوز ملايين مواطن تونسي عطاو دي دون وعاونوا باش يشينا لي كونسونتراتور هذوما، باش نجمنا نقصوا ضغط على السبيطارات كو سوسوا بار لا بريز ان شارج ا دوميسيل، المرضى ما كانوش بلاصه في المنزل سور انديكاسيون ميديكال، معناتها المرضى اللي تنجم تقعد في السبيطارات كو سوسوا، كي حلينا اقسام معناتها جدد اقسام اكسجين جدد وين ما فماش توليد في اكسجين، ومعناتها ما نحبش نرجع لك الفتره نتاع جوان وين نقص الاكسجين ما نحبوش نرجع تليفونات معناتها ما عادش نقوس ونحب نسكر، معناتها ضغط كبير عشناه خاصه كمجتمع مدني انه معناتها يلزمك تلقى وقت اللي معناتها في الويكاند نتاع 11 12 جوان وقت اللي القروان ما فهموش شنو اللي صار، جاء اكثر من 60 مريض في النهار ايتا غراف نتاع كوفيد واقسام الانعاش تعبات وحلوا سال دو ستاف ردوها ريانيماسيون كل شيء، ويكلمك يقول لك راهو يلزمني اكسجين وما تلقاش كيفاش يلزمك وقت تهبط الكونسونتراتور. ولهنا معناتها نستغل الفرصه ونقدم تحيه معناتها لسيرين الشلي والمنظمه التونسيه للاطباء الشبان والجمعيه التونسيه للاطباء جمعيه الاطباء التونسيين حول العالم اللي قاموا باللازم وقاموا بالواجب نتاعهم انديبوندامون من هما طب، قاموا بهالعمل هذا المدني اللي الحقيقه معناتها اني حسب تقييمي الشخصي عاون ياسر تونس باش ما ينهارش القطاع الصحي. قدرة ربي ما ينهارش دكتوره ايناس ان شاء الله ان شاء الله مادام الاطباء الاطباء والاطار الطبي وشبه الطبي واقفين ان شاء الله ما ينهارش باذن الله. دايوغ